بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم باعتبار فصل الصيف الحار وهي بوادره 21 يونيو دخول فصل الصيف، نحاول أن نعتمد الأطعمة ين التي تبلل الجسم قليلا مع عدم المبالغة فيها أو تزكيتها ببعض الآخر اليانغ لإحداث التوازن داخل هذا الجسد. ومعظم الناس يعانون من التهاب المفاصل في هذه المرحلة، والتهاب المفاصل هو أنواع كثيرة، منه العظمي ومنه الروماتيزمي. وفي هذه الحالة يجب أخذ بعض العصائر الخضراء لتنظيف الأمعاء التي سبق وأن قلنا هي مكان الداء أو المعدة والجهاز الهضمي بكامله، وفي نفس الوقت تغذية الفلورا التي تتحكم بشكل واسع في أجسادنا الضعيفة. وتشكل الخضر الورقية الخضراء مصدرا ممتازا للفيتامين ب، مثل هذا النعناع الفلفلي ومثل الريحان ومثل النعناع الفلفلي، أعيد، ومثل النعناع العادي الذي تعرفونه بأوراقه الخشنة، ومثل النعناع النهري اللي هو فليو الذي نجده في بعض الحلويات، ثم المعنوس وكذلك الشعير. إذا نبات الشعير هذا يشكل يخضورا رائعا للفيتامين ب وكل أصناف الفيتامينات. وفيتامين ب هو متعدد، فيه ب 6 7 و10 و12 وكذا وكذا إلى آخره. وكذلك نحاول أن نخسر الوزن الزائد في فصل الصيف لكي نخفف على مفاصلنا من الحمل الثقيل ومن الضغط المتضرر، خاصة على الركبتين. لهذا يجب علينا أن نتبع غذاء منوعا وخفيفا وكذلك سهل الهضم. وبعض الأحيان تكون فيه ألياف لغسل تلك الأوساخ القديمة من الفصول السابقة. ويبدو أن بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل يعانون بدون شك من انخفاض مستويات بعض أنواع فيتامين بي الموجودة في الخبز الكامل والأرز الأسمر والمكسرات، وكذلك الدجاج البلدي والأسماك النظيفة والصويا إذا كانت غير مورثة، والخضر الورقية الخضراء والبيض البلدي، والفيتامين أو أيضا الموجود في بذور المكسرات، ولا ننسى المغنيسيوم الموجود في الخضر الخضراء أي ضد الأكسدة، ثم القمح والشوفان والجوز واللوز والزنك الموجود أيضا في البرتقال ولب القمح والخميرة البلدية وبذور الكاوكاو واليقطين. وهناك بعض الأشخاص المصابين بأشكال معينة من الالتهابات سواء في الأيادي أو في الظهر أو في الركب أو في أسفل الأرجل أو في القدم، ويمكن أن تتسبب لهم هذه الحالة نوعا من التحسس لأطعمة معينة، وهذا قد يزيد لهم سوءا ويزيد لهم مرضا، مثل منتجات الألبان واللحوم المعلبة والشوكولاتة والبندورة أيضا. ويشير الطب التكميلي، هو الطب الخاص بالتغذية، أن الأطعمة التي تنتمي إلى فصيلة الباذنجانيات قد يكون لها أيضا تأثير سيء على التهاب العظام والمفاصل. لهذا نذكر هذه الباذنجانات، فهم ينصحون بعدم تناول خضر هذه الفصيلة، البندورة يعني مطيشة والفلفلة والباذنجان والبطاطا. انتم عارفين هذا الفصل ديال الصيف منتشر بزاف، وهذا الشيء اللي كيؤدي او كيزيد في التهاب المفاصل، خاصة عندما تتجبع هذه الأسيدات او هذا النوع من الأحماض في الجسم وتظهر بشكل مفرط في فصل البرد في فصل الشتاء. لهذا سوف نحاول اليوم ان نضع مشروبا لعلنا وعسى نجد فيه شفاء. وهذا المشروب
يتنوع بتنوع الفواكه، منه المشروب اليانغ مثل الذي نضيف إليه الجوز واللوز وبعض المكسرات، ومنه المشروب الغني بالفيتامين سي مثل الحامض، ومنه الغني ببعض الألوان الغنية بالفيتامين بي مثل الخوخ والمكسرات. الآن سوف أضع عصير الحامض مع الموز. إذن سأزيل هذه القشرة الحارة وأحتفظ بها لأنكه بها بعض الحلويات مثل الكيكة مثلا، أجففها لكي تصبح يانغ وأطحنها وأحتفظ بها على هذا الشكل. إذن أحتفظ بها. إذن سأضع العصير بهذا الشكل. إذن سأضع كأسا، سأأتي بالكأس الصغير القصير، فأضع كأسا قصيرا فقط. سأضع كأسا شفافا حتى يظهر لكم هذا العصير. إذن بهذا الشكل. عفوا، إذن سأضع ترون هذه الطريقة التي أقوم بها بهذا الشكل، وأضع فقط هذه القشرة قليلا منها فقط بهذا الشكل. أخذت هذا العصير الكامل، ليس كالعصير الذي نقوم به في عصارة اليد، فهذا عصير كامل. ثم أضيف هذا العصير على هذا الشكل، وأضيف إليه قليل من الموز بهذا الشكل. الموز غني جدا بالبوتاسيوم، فهو يغذي خلايا الدماغ التي تتحكم في حركة الإنسان. أيضا هذا بالإضافة إلى أشياء أخرى كالتفكير وغيرها. وسوف نرى مرة أخرى الدماغ على حدة والأشياء التي تغذي الدماغ. نضع الماء النظيف، ليس الكلور، ماء العيون أو الأبار أو المياه التي خالية من الكلور، كأس واحد فقط. فشراب الليمون الحامض هو شديد القسوة، لهذا نضيف إليه ماء ولا نضيف سكرا، لأن الموز غني بالسكر، فالموز هو غني بالسكر. سوف أطحنها في مكان آخر، لأن هذا المكان ربما فيه خلل.
ذقتها ولا أدري كيف. قال بالنسبة للمقادير حامضة واحدة وموزة واحدة، وحامضة معصورة بدون قشور وجزء صغير من القشر لأنه فيه الزيوت الطيارة شديدة المرارة وهي صحية، وإنما القليل منها فقط. ونضع الليمون الحامض كاملا، ثم نضيف إليه بعض المكسرات حسب المشيئة. إذن سأضع اللوز، اللوز الذي وضعته في الفرن حتى تم تجفيفه من المياه التي يأتي بها من الأرض عبر الشجرة. إذن سأضع بعض الحبات، 21 حبة بالحساب. هذا العصير غني بالفيتامين سي وغني بالمعادن، وكذلك غني بالبوتاسيوم بسبب الموز، وفيه الأوميغا 3 أيضا، وفيه بعض الزيوت الموجودة في اللوز. إذن سأحتفظ بما تبقى وأغسل هذا المكان. إذن حتى نهيئ عصيرا آخر. إذن الآن سوف أضع مشروبا آخر ضد الأكسدة وبارد، ويعطي للجسم نوع من البرودة، ويسقيها بمياه رائعة. وطبعا للأصحاء، هذا العصير للأصحاء، وإذا كان يعاني من بعض الأمراض البسيطة وليس للمرضى السرطان أو مرضى السكري أو هكذا، إلا القليل النادر منه إذا شاء. إذا فهذا المريض يأخذ منه القليل النادر فقط إذا عشقه ويشربه. إذا السويلة، كلنا نعرف السويلة، هي هذه السويلة كلنا نعرفها، وهي من الفواكه الصيفية التي نشتريها في فصل الصيف، وهي غنية وتنظف الأمعاء نظرا لوفرة بعض المواد المنظفة فيها، لهذا يجب ألا نكثر منها. إذن سوف أضع معها حسب الاختيار. إذن نضع معها عشبة خضراء، ومن الأحسن أن نضع معها النعناع الفلفلي، وهذا النعناع الفلفلي يعطيها طيبة بعض الحلويات وبعض النكهات. إذن سنضع فقط القليل من الأوراق على هذا الشكل، القليل من الأوراق بهذا الشكل فقط، ونترك الباقي. إذن وطبعا نترك هذا للزينة، نزين به ذلك الإناء. ثم أضيف فاكهة من الفواكه، سأضيف هذا النوع. إذن سأختار واحدة تكون طرية. إذن لدينا نوعان من الخوخ، عندنا الشهدية وعندنا الخوخ، إذن كلاهما سواء حسب الذي نختاره. سأزيل لها العظم ولا أزيل طبعا القشور، فإزالة القشور هي السبيل نحو القبور، لأن القشور غنية بالمواد الصحية. وهذه الفواكه غسلتها طبعا بالملح ووضعتها هنا، وإنما إذا كانت فيها الأدوية يجب إزالة القشور. ولكي يصبح هذا المشروب ينج ونحصل به على صحة طيبة، سوف نضع قليلا من الملح، ملح الطعام. إذن سوف أضع قليلا من الملح.
لدينا الملح، سوف نضع قليلا منه فقط. إذا ملح البحر الخشن الذي طحنته في الهون أو في الهراس، وسوف أضع القليل منه فحفاظا على اضطرابات معوية. قليل فقط على هذا الشكل، قرصة فقط، إذا لا الكثير منها، هكذا. ثم أضع الماء المتأني، أضع الماء المتأني حسب الرغبة. سأضع كأس غير مملوء، وإذا أردناه أن يكون نوعا سائلا نضعه هكذا نسبيا مملوء. فيجب دائما دعم الفاكهة بالماء لتقليل حلويتها أو سكريتها. ثم نضعه في هذا الإناء هكذا، إذن والباقي نحفظه هنا. فنحاول دائما أن نزيل ما تبقى من العصير الأول فقط. أنا بغيت نوريكم، أما الإنسان يدير غير عصير واحد أو لا جوج على حسب الاختيار وعلى حسب الموجود، أما أنا غير بغيت نوريكم العصائر اللي هي صحية، ماشي نبقاو نديرو السكر ونديرو العجائب والغرائب ديال السكر. هذا بالحامض درنا له الحامض، وهذا بالنعناع الفلفلي نضع فيه النعناع الفلفلي طبعا. فالعين تأكل والبطن يحتاج، فكل شيء يجب أن يكون في مكانه. هذه المرة غادي نحاول ندير هذا العصير ديال نبات القمح ضد الغسيل وضد الأكسدة ولتنظيف الأمعاء، فيه ألياف ولكن لا نفعله على الدوام، على الأقل مرة في الأسبوع فقط أو 3 مرات في الشهر. إذا سأضعه على هذا الشكل هكذا، وأحليه بتحلية. سأضع له البرقوق مثلا بهذا الشكل، أضع له البرقوق بهذه الطريقة. ثم أضع قليلا من الماء، ويجب أن يكون هذا المشروب من الأفضل سائلا أكثر، كأس مملوء أو كأسين على الأقل حتى يكون سائلا، لأننا سأضع كأس ونصف فقط، وإن شئتم كأسين أحسن، حتى تكون هذه الألياف سببا للغسيل. وأضيف قطرات من الليمون الحامض لكي تغسل لنا هذا البدن الضعيف بهذا الشكل. بما أننا نريد أن نضع الألياف غنديرو هذا الفقوس ونضيف ليه داك العصير الأخضر باش نزيدو نرفعو من يعني من الألياف اللي فيه. إذا سأضع لكم نموذجا واحدا فقط على هذا الشكل، إذا والفقوس يكون طري ويكون طبيعي طبعا بلا أدوية بلا حتى شي حاجة، وهذا هو الوقت ديال الفقوس والقثاء
جيد يؤكل مع أشياء كثيرة مثل ما ذكر في الطب النبوي، يؤكل مع التمر من الأفضل. إذن سأضع بضع تمرات على هذا الشكل. سأحليه ببعض التمرات بهذا الشكل. إذن وسأضع فيه بعض الألياف اللي هي التمر بهذه الطريقة الجميلة. أعزائي، أحضر لكم هذه الوصفات لأنني أنظر إلى الشارع وأرى جميع الناس مرضى، ولا أريد أن أرى هذا البشر أن يكون مريضا. فالموت لها أسباب، وإنما الصحة لها دواء. إذن هذا العصير سوف نضعه على هذا الشكل، وطبعا نأكله بهذه الطريقة. إذن هذا الكوكتيل الرائع نأكله بهذا الشكل، إذن بهذه الطريقة. إذن تمر وقتاء، يعني ماشي الخيار، هذا الفقوس ولافيتامين سي، ثم اليخضر أو نبات الشعير. إذن نبات الشعير سبق لي وريتكم نبات الشعير، وطبعا كنزرعه في الجردة بدون أدوية، وحاولوا تزرعوه غير في الفاز وفي البيت وخا تكونوا في العمارة. إذن هذا النوع غنضيفوا ليه واحد النوع ديال المنكه، نحاولوا نكهوه بهذا نبات الزعتر غير واحد شوية هكا بحال هذا الشكل. هذا الشكل أحبائي بهذا النبات. إذن وغنديروا له هذه النكهة الرائعة والجميلة. إذن غنحاول نوضع هذا العصير مكان آخر هذا الشكل، ثم ننظف هذا الإناء. إذن الآن غنعطيكم الوصفة ديال الأناناس. طبعا الأناناس هو من الفواكه الاستوائية، دائما قرصة ملح في عصير لكي يكون يانك، لا ننسى هذا. كل العصائر نضيف فيها قرصة ملح، والملح قبل الطعام وبعد الطعام، نغسلو فمنا في الليل نحسو واحد القريصة الملح باش تقضي على الكونديدا اللي في اللسان الابيض، ومنين نفيقو في الصباح نغسلو مزيان فمنا وسناننا ونشللوه بالملحة عاد ناخذ وجبة الفطور. إذن هذا الأناناس بما أنه فاكهة من الفواكه الاستوائية فهو كيساعدنا بزاف بواحد الشكل كبير. إذن كيساعدنا بواحد الشكل كبير بزاف على أوجاع المفاصل والتهاب المفاصل، وعلى إخراج الأسيد يوريك من الركب، وإصلاحها إصلاحاً عجيبا عجيبا. ومن لم يستطع أن يأكله على شكل عصير فليشتري المكمل الغذائي للأناناس، فهو رائع المكمل في الأغذية الصحية. فهذا المكمل رائع وممتاز لأوجاع المفاصل وبسرعة شديدة. إذن نقطعه على هذا الشكل أطراف بهذه الطريقة، هذه الطريقة. إذن وسنضع بعض القليل منه هنا على شكل كوكتيل بهذا الشكل بهذه الطريقة، غير طريف صغير، يعني وحدة غنديروا فيها العصير ديال 10 أيام إلا كانوا غير جوج الناس أو ثلاثة، ولا كانت عائلة كبيرة ف من الأفضل ناخذ الأناناس وما ناخذوش الأدوية، لأن حتى الثمن ديالو في المغرب ثمن جد مناسب. عفوا، إذا أنا كنقاد كل شيء قدامكم باش تشوفوه وكتبعوني خطوة بخطوة، وسمحوا لي إلا طولت عليكم في الفيديو، ولكن ما نسخش بكم حتى أنا إلا طولت عليكم وتبقوا معايا دائما هذا الفيديو. والما باقي غنعصرو هنا
نديرو على شكل عصير. إذن هذا العصير ديال الأناناس غادي نضيف ليه كاس ديال الماء المتأمي، ها هو. أنا غنزيد الماء، نجيب الماء تقريبا، الماء المتأمي عندي في الخابية، أنا عندي خابية كبيرة كندير فيها الماء، وعندي هذه الصغيرة كنحاول نخدم بها. إذا الكاس ها هو، وكنديرو مع الأناناس ديالي بهذا الشكل. إذا الأناناس ديالي كنحاول ندير معاه هاد الخوخة، والخوخة كتعطيه واحد الطيبة رائعة، كتضيفها الطيبة ديالو. وطبعا الخوخة إلا كانت حسيتو بأنها فيها الأدوية حيدو لها القشرة، ولا ما حسيتوش فيها الأدوية خليو لها القشرة ديالها. واللي كيضرو بالأمعاء، اللي عنده أوجاع ديال الأمعاء، من الأحسن يدير شوية الماء يطيب حتى يطيب، ويحط فيه هاد الفواكه واحد 5 دقائق وعادي يهزهم وعادي يطحنهم، وقريصة ديال الملحة بحال هاد الشكل. دائما كنوصيكم في العصائر ديروا قرص صغير ديال الملح، واجتناب السكريات، واجتناب أيضا بعض المشروبات الحلوة، فهي في فصل الصيف ترفع أيضا من الضغط. إذن سأضيف هذه الخوخة، وإن شئنا تنظيف الكبد نضيف بعض أوراق الريحان حسب الحاجة، لأنها مرة فالمرارة تنظف أيضا الكبد، مثل اللوز المر اللي موجود في عظم المشماش، فيه غني بالفيتامين B17 فهو يشبه ذلك. فالمرارة أيضا بعض الأحيان فهي تساعدنا على أشياء كثيرة. إذن نطحنه الآن على هذا الشكل، هكذا، ثم نضيف قليلا من التوت الأحمر، فقط نضعه في الأعلى لكي يعطينا منظرا جميلا. نغسله على هذا الشكل حبات فقط، لأنه شديد الحلاوة مثل التمر. إذن نضعه في هذا الكأس على هذا الشكل، ثم نضع عليه هذه المسائل بهذا الشكل، عفوا، حتى يظهر لنا هذا الديكور، نضعه هنا على هذا الشكل، ثم نزينه بورقة من الريحان بهذا الشكل. إذن ثم نضعه في الكوكتيل بهذا الشكل، وهكذا تزيد حلاوته. ونحاول دائما أن ننظف الإناء من البقايا بهذا الشكل. إذن فننظفه الإناء من البقايا. إذن لدينا تشيا تشيز، نحطوها من الفوق باش تساعدنا على الإسهال وتنظف الأمعاء وفيها الحديد بهذا الشكل. إذن أولا بغينا نديروها في الماء في الليل حتى تفزق مزيان، وعاد نديروها فهذا افضل. ولا ما كانتش عندنا نديرو زريعة الكتان، ولا ما كانتش عندنا ما نديرو والو من الاحسن. ثم نضيفو شويه ديال المكسرات كما كانت على حسب الموجود اللي عندنا، المكسرات اللي عندنا نديروها ماشي مشكل على حسب الموجود.
إذن أحبائي الآن غادي ناخد داكشي اللي بقى ليا كامل من جميع الفواكه وغنشكل واحد الكوكتيل خليط من هادشي كاع اللي شفتو بهاد الشكل خليط من جميع هاد المسائل اللي شفتو. وطبعا غنضيف ليها شويه ديال النعناع اللي هو كتعرف النعناع العادي اوراق النعناع العاديه، لان النعناع عنده مجموعه ديال الخواص، هو غني بالحديد ومبرد ومزيان فصل الصيف. اذا غنضيف ليه شويه ديال النعناع بهذا الشكل. اذا غير الاوراق، اذا الاوراق فقط بهذا الشكل. اذا داك الكوكتيل كامل، يعني بتعبير اخر الفواكه اللي عندكم في الدار ديال الصيف كلها بامكانكم تخلطوها وديروا منها كوكتيل صيفي، وتاخذوها على حسب الا كنتو اصحاء تاخذوها بالالياف باش تغسلوا ديك الاوساخ اللي عندكم، ولا كنتو مرضى فالالياف كضركم في الامعاء، لان الامعاء كتسد المسام ديالها وما كتقدرش تقوم بالتمثيل الغذائي وبالوظيفه ديالها. بهذه الطريقه اذا كنقوم بالتقديم ديالو بهذا الشكل، هو بهذه الطريقه اعزائي كنقوم بالتقديم ديالو بهذه الطريقه. إذن غنحاول نديرو من المكان بهذا الشكل، وكنضيفو فيه هذا النعناع بالنكهة ديال النعناع بهذا الشكل. إذن وممكن نضيفو ليه بعض طرفة ديال الفواكه إذن بهذا الشكل. شويه ديال الخوخ، ناخذ شي وحده طايبه بهذا الشكل. وطبعا كنشربوا العصير وتناكلوا الفاكهه بهذه الطريقه.